السلام عليكم، هل تعلمون لماذا يتواجد الحرس بجانب الإمام في الحرم المكي؟ ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. بيت الله الحرام، المسجد الحرام، هو أعظم مسجد في الإسلام، تتوسطه الكعبة المشرفة، وهي أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض، ويتجه المسلمون في صلواتهم الخمسة في كل يوم وليلة إلى البيت الحرام، إلى الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاتجاه إليها. ومن المعلوم أخي المسلم أن للمسجد الحرام قدسية خاصة ومكانة عظيمة في قلوب المسلمين جميعا، وقد نال من الاهتمام الكثير جدا في السنوات الماضية، لأن أنظار المسلمين ووجوههم تتجه إليها من كل مكان على وجه الأرض. وهنا يتساءل الكثير، لماذا يتواجد الحرس بجانب الإمام في الحرم المكي؟ فإن المصلحة والمحافظة على أموال الناس وحاجتهم وعدم ترويعهم تقتضي وجود الحرس في الحرم وحوله، والحراسة مشروعة في القرآن والسنة، ولها درجات في الحكم، فمنها الواجب كالحراسة في صلاة الخوف. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ومنها الحراسة المباحة كمن يؤجر نفسه لحراسة الأسواق والأماكن العامة التي يزدحم فيها الناس، ومن ذلك حراسة الناس في الحرم ليتفرغ الناس للعبادة دون أن ينشغلوا بأمتعتهم وأموالهم عن أداء المناسك والشعائر. ولو لم يكن الحراس موجودين وكثر السراق والفسق لقل المصلون في الحرم. لذا فإن تأخر عشرات وهم الحراس عن أداء صلاة الجماعة ييسر التحاق الآلاف الكثيرة من المسلمين لأدائها مع الإمام. ووجود الحراس بين صفوف المصلين لها فائدتها، وهي مصلحة معتبرة شرعا، وفيها حاجة ماسة للمسلمين، فلا يضر وقوفهم بين صفوف المصلين في الحرم. والله أعلى وأعلم.